المشاكل اللي قد يواجهها قطاع الناشئين في مصر من سوء ملاعب، من الدوليات، من التزوير، من الحكام، المشاكل اللي كانت بتواجهه مع الفريق الاول في النادي الاهلي. مستر مانويل مش مستشار فني لقطاع الناشئين، هو اكتر لمدارس الكوره والبراعم مش من الناشئين. مش هيكون هنا كمدرب، هو مستشار فني. هيحتاج برضه فلسفة شغل. No sentido de ajudar as crianças, já repetiu várias vezes. E nada mais que isso. Os treinadores é que vão fazer o trabalho. E depois vamos ver se de facto se resulta ou não. Se